الأخبار الاقتصادية برعاية شركة كمران للصناعة والاستثمار. تشهد الأسواق المحلية في العاصمة صنعاء والمحافظات حراكا اقتصاديا نشطا مع اقتراب عيد الفطر المبارك. مصادر اقتصادية أكدت أن الاتجاه العام للمستهلك المحلي نحو أسواق الكساء ومتطلبات العيد، حيث ارتفع معدل الإنفاق على ملابس العيد وخصوصا ملابس الأطفال إلى أعلى المستويات. ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء اليوم مواد غذائية منتهية الصلاحية بنقطة الأزرقين، وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عبد الكافي الحيمي أن الفرق الميدانية ضبطت 1000 كرتون زبادي منتهي الصلاحية، وثمن الحيمي جهود الفرق الميدانية في مراقبة الأسواق وضبط البضائع المنتهية ودورهم في الرقابة على أسعار المواد الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والسكر. في ظل ارتفاع انتاج اوبك والذي حافظ على تخمة النفط، تواصل ايران مساعيها لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الغربية عنها، حيث اكدت وزارة النفط الايرانية ان شركة جروبالوتس البولندية اشترت 2 مليون برميل من الخام من ايران في صفقة واحدة. وقال محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الايرانية ان الشحنة تم تحميلها في جزيرة خارج الايرانية الاسبوع الماضي.